صباح الأسرة رفقة سعيدة على ميديا. نرحب بكم مجددا مستمعينا، ونتوقف اللحظة في رسالة كوتش وحديثنا اليوم في هذه الرسالة عن الرغبة في إرضاء الآخرين، لأنه في الغالب فاتورة إرضاء الآخرين تكون ربما غالية جدا وندفعها من أعصابنا. فالتفاصيل اليوم في هذه الرسالة اليوم مع الكوتش فدوى القبسي، خبيرة التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. صباح النور والسرور أستاذ القبسي، أهلا بك. صباح الخير، أهلا بكم، سعيدة جدا بتجدد لقاءنا في السنة، بداية السنة. أهلا وسهلا، إذن كل عام وأنت بألف خير. ونبدأ هذه السنة بموضوع مهم جدا يتعلق بالرغبة في إرضاء الآخرين، وقد اخترتي شخصيا هذا الموضوع، لماذا أستاذ فدوى القبسي؟ اخترت هذا الموضوع لأنه مؤخرا كنت يعني بسبب الاشتغال مع شخصين اللي في نفس الوقت يعني وبجيبهم كيعانيوا بزاف من هذا المشكل هذا، وكيأخرهم في الإنجاز ديالهم وكيسبب لهم يعني مشاكل تحول دون سعادتهم ودون إنجازهم. فقلت لما لا نشاركه مع المستمعين الكرام كموضوع لي كم أول موضوع يعني لهذه السنة، اللي طبعا كانت منها تكون سنة الإنجاز وسنة الفرج للجميع وسنة الإشراقة الجديدة. يا رب. إذن اللي تنعرفه أستاذ القبسي أن الرغبة في إرضاء الناس هو شعور مألوف وطبيعي، لأننا نرغب دائما في إسعاد الآخرين ونرغب في إسعاد من حولنا، فنتصرف بطرق نعتقد بأنها ستجعل الآخر سعيد. فلكن هل يمكن أن نخطئ في هذا الموضوع وكيف ذلك؟ هو السعي وراء يعني مساعدة الآخرين وإسعادهم في حد ذاته شيء جميل، هذا شيء لا نقاش فيه، لكنه إذا تجاوز عن الحد دياله بحيث أن يرجع الإنسان كيرضي الآخرين على حسب نفسه على حسب طاقته ووقته وكيف يرضي الاحتياجات دياله وكيضغط على نفسه باش يتأكد أن الآخرين راضين، هذا هو اللي أمر غير صحي وكيضر علاقة الإنسان بذاته بالآخرين. وكيف ما تفضلتي قلتي بأننا كنظنوا بأنه أمر طبيعي، نعم، لأنه تعلمنا منذ الصغر، لأن في التربية ديالنا كنا كنسمعوا واحد الجمل كيقولوها لنا والدينا اللي هما كيقولوها بحسن نية طبعا، ولكن ديك الجمل فيها واحد المقاربة بين ديكاليتي أو لا يعني مزايا أو شمات جميلة وبين إرضاء الآخرين. بحال فاش تقول الأم للطفل ديالها مثلا كون ظريف مثلا ولعب مع أخوك، ولا أعطي الولد عمك هذيك اللعبة باش دير له خاطره، ولا إلا كنتي زوينة ديري كذا، ولا إلا بغيتي تكون عزيز على ماما كمل الماكلة ديالك، ولا إلا بغيت مين بغيك. فهاد المقاربات بين يا إما الشعور يا إما واحد الميزة زوينة واحد صفة زوينة كنقارنوها بإرضاء الآخرين، فكيصير عندنا اعتقاد بأنه إرضاء يعني باش نكونوا بهذا الشكل هذا باش ما نكونوش أنانيين باش نكونوا ظريفين باش نكونوا زوينين خصنا نرضيو الآخرين. فلهذا كنعتقدوا بأنه أمر طبيعي، لكن لما الإنسان كيولي كينسى ذاته وما كيقدرش الاحتياجات ديالو كيمشي يشبع الاحتياجات الآخرين ألوغ هو الاحتياجات ديالو ليست مشبعة، فهنا كيكون مشكل ويقدر يأثر له على علاقته مع الآخرين كذلك. نعم، إذا يمكن أن نخلط بعد بين المفهومين، ربما اللطف الصادق الذي يكون نابع من القلب مقابل السعي المارد لإرضاء الآخرين، فربما هناك علامات يمكن أن تدل على أن الشخص أو الإنسان يمكن يكون ضحية ديال إسعاد الآخرين والإرضاء ديالهم على حسب نفسيته على حسب أعصابه وعلى حسب القيمة الشخصية دياله كذلك. نعم، من بين العلامات اللي تدل على أن الإنسان يسعى إلى إرضاء الآخرين أكثر منها يعني غير حب في العطاء، هو أنه كيتلقاه كيلقى صعوبة في الرفض. مثلا زميلة في العمل اتصلت بك وانت غادي للعمل بالسيارة ديالك وقالت لك عافاك دوزي عليا وصليني معك لأنه إلا خديت المواصلات غادي نكون متأخرة. فأنت كتعرفي بأنه إلا مشيتي تاخديها هي غادي توصلين في البيت بدات متأخرة على العمل، يمكن غادي يكونوا لي دونبيتياج، يمكن غادي تزيد نص ساعة ديال الطريق عليك إلى غير ذلك، ومع ذلك ما كتقدرش ترفض. يعني هنا هذه من بين العلامات أنك تلقى صعوبة في الرفض، مع أنك في الداخل ديالك عارف بأنه إلا قمت بذاك الشيء فهو غيأثر عليك أنت أصلا سلبا. علاش؟ لأن الإنسان كيكون خايف لا يغضب الآخر عليه، لا يظن بأنه ما مهتمش به،
بالإضافة إلى أنه كده يحس بالذنب، وهذه كذلك علامة من العلامات اللي كتدل على أن الإنسان يسعى إلى إرضاء الآخرين، أنه حتى إلى بغى يرفض ولا رفض كيبدا يحس بالذنب. وكذلك علامة أخرى هو أن الناس كان بعض الناس كتعطي حتى لما تطلبش منها أنها تعطي، مثلا غير جالسين كيسمع شي حد عنده شي مشكلة وكيقترح أنه يساعده ولو أنه هو ما عندوش الوقت ولا ما عندوش الإمكانية باش يساعده، فهذه علامة أخرى. وفي العمق لسعيدة أنا ذكرت على هضرت على التربية، في العمق في العمق هو المشكل هو أن الإنسان كيبحث على حب الآخر، أكيد كيبحث أكيد على أن الآخر يعترف به، على أن الآخر ما يهجروش، يبقى معه ويكون معجب به ويكون كيبغيه. فهذا الخوف هذا هو اللي كيخلي الإنسان يرضي الناس على حسب طاقته وعلى حسب وقته. إذن إرضاء الآخرين هو أمر كما ذكرتي نسعى إليه جميعا، وبالأخص أننا نطمح لأن نكون محبوبين وموضع تقدير من طرف الآخرين، إلا أن أكيد لكل شيء حدود. ففي حالة ما إذا كنا من الأشخاص الذين يسعون دائما لإرضاء الناس على حساب نفسهم كما ذكرنا، هل هناك من طرق للتحرر من هذه القضية؟ يعني هل هناك بعض طرق يمكن تكون طبعا بها نكسروا هذا الإرضاء ديال الناس بدون حدود؟ نعم، هو الموضوع كبير وكاين طرق متعددة، وكاين كذلك الأكومبانيمون اللي يقدر يعني يساعد، ولكن نظرا لضيق الوقت غادي نحاول نلخصهم في واحد الخمسة ديال المفاتيح اللي كنتمنى ينوروا الناس ونوروا الوعي ديالهم بهذه المسألة هذه. أولا الإنسان لازم أنه يغير طريقة تفكيره، إذا كيشوف راسه بأنه على حسب ذاته كيقدم الآخرين فخصو يبدا بتغيير الطريقة ديالها في التفكير تجاه يعني السلوك حد ذاته، وكذلك تجاه مزايا العطاء. علاش؟ لأنه لازم يدرك أنه الإنسان ما غيكسبش حب العالم بأثره لمجرد أنه كيرضي الآخرين. طبيعي أنه غيكونوا ناس كيبغيوك كيف ما أنت، وطبيعي ناس غيكونوا ما كيبغيوكش كيف ما أنت. فنحاولوا نغيروا طريقة تفكيرنا بالنسبة لهذه المسألة هذه، لأنه ما غيمكنش نرضي الجميع وما غيمكنش الجميع يبغيني. ثاني شيء نعرفوا بأن العطاء بمبالغة لإرضاء الناس غير صحي لبناء علاقة سليمة، لأنه إحنا كنسعوا أننا نبنيوا علاقة سليمة بدرك العطاء يعني المبالغ فيه، لكن المشكل أننا كنوقعوا في الأثر العكسي. أولا لأن الإنسان ما كيعطيش قيمة لذاته، ولا ما عطاش الإنسان قيمة لذاته فالآخر ما غيعطيهالوش. لما أنت كتصدق الآخر عليك كأنك كتقول له بطريقة غير واعية وغير مباشرة أنا ما نستاهلش، أنا ما عنديش قيمة، فكيفاش بغيت الآخر أنه يعطيك ديك القيمة؟ هذا أولا. وثانيا إلا تصادفوا هاد الناس اللي كيبغيو يرضيو الآخرين مع أشخاص اللي يقدروا يكونوا استغلاليين، يقدروا يكونوا نرجسيين، فغيلعبوا على هذا الوتر الحساس ديال أنك خايف يهجروك، أنك تبحث عن الحب ديالهم، وغيبداو يستغلوك بواحد الشكل اللي يقدر يكون مضر لك. إذا كان هذا ثاني شيء، وأنك تعرف أن العطاء بمبالغة غيضر لك العلاقة الاجتماعية ديالك. ثالث شيء هو أن الإنسان وعنده علاقة مع هذه القضية ديال القيمة، أنك تعزز القيمة الذاتية ديالك بأنك تشتغل على إشباع الحاجيات ديالك، باش ما تبقاش كتنتظر الآخرين هما اللي يشبعوا لك الحاجيات ديالك، يعطوك داك الإشباع ديال الحب. يعني بغي ذاتك وقبلها كيف ما هي، وعزز تقديرك لذاتك، وحط تفكيرك في تطويرك لذاتك، في تطويرك لشي مهارة لشي خبرة، في بلاصة ما تحط تفكيرك في كيفاش ترضي الآخرين، باش تزيد من تقديرك لذاتك، شحال ما زاد تقديرك لذاتك شحال ما قيمتك ارتفعت، وشحال ما غتكون قادر على انك تعطي الاخرين بحب وبمصداقيه وماشي على حساب نفسك. وبتوازن ماشي على حساب نفسك. رابع شيء وهذا شيء مهم جدا جدا جدا، ويمكن هي اصعب شيء ممكن الانسان يتعلمه، لانه ما غيجيش يعني دقه واحده، خصو الوقت وخصو الاشتغال، وهو انك تعلم تقول لا. لا تعلم ترفض. لا، ما غاديش يكون داك لا صد، ما غاديش يكون عنيف، يقدر يكون بلا باقه وبواحد الطريقه جميله، وكاين دي تكنيك بوغ سا، ولكن خاص الانسان ضروري يتعلم يقول لا. داك لا يقدر يكون جزئي في الاول، مي خاص الانسان يتعلم يقول لا، لانه لما كيقول لا للاخر فهو كيقول نعم لنفسه. وخامس شيء هو الاخير، وهو ان الانسان يحط لنفسه اهداف واولويات وينظم وقته. مثلا في نهايه كل اسبوع
غتنظم الاسبوع ديالك وتحط الالتزامات ديالك في الاجنده ديالك، وبهذا غيسهل عليك انك تقول لا للشخص اللي كيطلب منك شي حاجه، بحكم انك غتقولوا في هذيك الوقيته بالذات ما يمكنليش لان انا ملتزم بشيء اخر. ماشي ضروري تحكي انت بشنو ملتزم، انت المهم عارف بان عندك التزام مع نفسك، يا اما غادي تمارس الرياضه، يا اما غادي تقرا، يا اما غادي غير ترتاح، يا اما غادي تمشي تزور الوالدين ديالك الى غير ذلك. المهم يكون عندك اهداف واولويات ويكون وقتك منظم باش هذه المساله تساعدك. اذا مفاتيح ذهبيه كنتمنوا يعملوا بها جميع مستمعينا الكرام وتكون مفيده كذلك للجميع. فاكيد حديثنا اليوم في هذه الرسالة كان حول الرغبة في إرضاء الآخرين. فباسم الجميع أشكرك جزيل الشكر الكوتش فدوى القبسي، خبيرة تنمية بشرية والبرمجة اللغوية العصبية. وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله. نارك مبروك أستاذة، إلى اللقاء إن شاء الله. نارك مبروك.